So they all set for race number seven. ذروف اند ايها المتابعون الكرام انطلق الشوط السابع من مسافه الـ 2200 متر من امام المنصه الرئيسيه بمشاركه تسع من الجياد المستورده ثيربريد تصنيف من صفر الى 80 لعمر ثلاث سنوات وما فوق بانطلاقه ذهبي هو الذي يقود هذا الشوط مع الفارس الايطالي مارشالس جورس يلحق به ثاني هو الدخول في المنعطف الاول من السباق بارجيتوري في المركز الثاني بينما بتار من جانب السياج في المركز المركز بيج براون بير في المركز الرابع والمركز الخامس يتواجد بلاي مع سيابي والمركز السابع بجانبه هنالك فيفتي فليت مع جورج جود ومن ثم ياتينا مقاتل في المركز السابع ثامنا يتواجد نيو كلاسيكال وحصه حتى الان في اخر الجيادة هنا الدخول في المنعطف الثاني من السباق ولا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع ذهبي مع الفارس مارشالس جورس يلحق به ثانيا برجيتوري مع الفارس ابراهيم نادر من جانب السياج بتار مع نيل كالان بيج براون بير في المركز الرابع مع مارتن سيدل 50 فليت خامسا بينما المركز السادس يتواجد بلايب مقاتل في المركز السابع والمركز الثامن من جانب السياج هنالك نيو كلاسيكال وحصه في اخر الجيادة لا تزال الانطلاق متواصل هنالك خطوه بخطوه ذهبي من جانب السياج ومن الجانب الاخر يتواجد بيج براون بير مع الالماني مارتن سيدل والمركز الثالث بارجيتوري مع ابراهيم نادر بينما بتار في المركز الرابع حصة تتقدم الآن إلى المركز الخامس فيفت فليد سادسا بلاي في المركز السادس والمركز السابع هنالك مقاتل تراجع لنيو كلاسيكال في هذا الشو هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع ذهبي بينما انطلق باتار من جانب السياج ومن الجانب الآخر انطلاقة برغاتوري مع الفارس إبراهيم نادر وهنالك أيضا محاولات من قبل فيفت فليد من وسط الجياد مقاتل لكن الذهبي لا زال هو الذي يقود هذا الشوط الذي انطلق من البوابة الثانية إذا ذهبي هو الذي يتصدر السباق بشعار عبد الله فوزي المركز الثاني هنالك بارغاتوري لكن ذهبي إلى سابع أشواط الأمسية بارغاتوري في المركز الثاني مقاتل في المركز الثالث وبتر رابعا ومن ثم بلاي وأيضا نيو وأيضا لدينا 50 فليت بيج براون وحصة في آخر الجياد